برحب بكل متابعي قناة Animal Secrets، معكم دكتورة أميرة مدحت في فيديو جديد. سبق وتكلمنا عن فترة الحمل عند القطط وطريقة رعاية القطة الحامل، وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن طريقة رعاية القطة بعد الولادة هي وصغارها، وكمان معرفة المخاطر اللي بتتعرض لها القطط بعد الولادة وازاي نتفاداها ونعالجها، وفي آخر الفيديو هنتكلم عن الأمراض اللي ممكن تنقلها القطط للإنسان. كل ده وأكتر لكن بعد فاصل قصير، خليكم معانا. أهلا بيكم مرة تانية، وزي ما قلنا قبل الفاصل إن القطة بعد الولادة بتحتاج رعاية خاصة ليها ولصغارها، يعني لازم نقوم بتغذية القطة الأم تغذية كويسة عشان تقدر ترضع صغارها وتشبعهم، ولازم نحط لها المية باستمرار ونغير طبق المية كل ساعتين. ممنوع ندي القطط لبن كتير وباستمرار علشان نتجنب المشاكل المعوية والإسهال. الوجبات اللي تقدم للقطة الأم لازم تكون غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية والكالسيوم، ولازم نطعم القطط الصغيرة، وأهم التطعيمات هو التطعيم الرباعي. والقطط الصغيرة لازم ترضع من لبن الأم علشان مناعتها تزيد، لأن لبن الأم أو لبن السرسوب فيه مضادات حيوية طبيعية بتقوي جهاز المناعة عند القطط الصغيرة اللي بتكون معرضة للأمراض أكتر من القطط الكبيرة. القطط الصغيرة بعد الولادة لازم تكون في مكان دافي خصوصا أول أسبوعين، ونخلي بالنا إن الحواس عند القطط الصغيرة زي حاسة البصر مش بتشتغل إلا بعد من أسبوع لأسبوعين، والسمع بيبدأ يشتغل بين اليوم العاشر لليوم الـ14، وأسنان الكتن بتبدأ في الظهور عند عمر 14 أسبوع، يعني لما تبدأ تاكل أراعي إنها تاكل أكل طري. والقطة الأم بتاكل كل ساعتين أو 3 ساعات لأنها بتقوم بإرضاع أطفالها، ونخلي بالنا إنها ما ترضعش أطفالها وهي نايمة على ظهرها لأن ده هيصيبها بضيق تنفس. القطة الصغيرة بعد 21 يوم ممكن تبدأ تلعب وتجري وتتعلم المهارات الأساسية زي الصيد والحركة واللعب. ودلوقتي هنتكلم عن المشاكل المرضية للقطط بعد الولادة وكيفية علاجها. ممكن القطط تصاب برشح وانسداد الأنف وزيادة في دموع العين، عشان كده لازم باستمرار ننظف العين والأنف بقطعة قماش مبلولة مية دافية، ونسيب القطة المصابة في مكان مشمس وجيد التهوية. ممكن القطة الأم تصاب بعدوى في الغدد اللبنية، وغالبا بتكون عدوى بكتيرية تؤدي لانسداد وجروح في الحلمات. ممكن تصاب القطة بالخمول وقلة اللعب والحركة، وده بيكون سببه أنيميا أو مرض السكر، وممكن بسبب القيء والإسهال أدوا للجفاف أو مرض في الكلى. وفي بقى نقطة مهمة جدا لازم ناخدها في الاعتبار، وهي الأمراض اللي بتنقلها القطط للإنسان، وده هنتكلم عنه النهاردة بشكل سريع، وفي الفيديو القادم هنتكلم عنه بالتفصيل. في أمراض فطرية زي الرينج وورم، وبتظهر على شكل حلقات حمراء أو بيضاء على جسم الإنسان، وممكن أمراض بكتيرية اللي بتسبب النزلات المعوية زي السالمونيلا والإيكولاي، وبتسبب الإسهال والقيء للإنسان. وعضة القطة، أكتر من 75% من القطط فيه بكتيريا في بقها، والعضة دي بتسبب عدوى بالبكتيريا العنقودية أو التيتانوس، وممكن كمان مرض السعار. وأشهر الأمراض اللي بتنتقل عن طريق القطط هو التوكسوبلازما، واللي بسببه بيخافوا لو في بنات في البيت إنهم يربوا قطط. وفي فيديو سابق اتكلمنا عن مرض التوكسوبلازما بالتفصيل، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ولغاية كده خلص فيديو النهاردة اللي أتمنى تكونوا استفدتم منه، واستنوني في الفيديو القادم اللي هنتكلم فيه عن الأمراض اللي بتنتقل من القطط للإنسان. دمتم وحيوانكم الأليف بألف خير.